تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة الجاري إنشاؤها لتخفيف الأحمال المرورية على طريقي القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية، حيث يمتد بطول 19 كيلومترا بدءا من تقاطع الطريق الدائري الأوسطي حتى محطة عدلي منصور التبادلية، بما يساعد على التنقل بسهولة إلى منطقة شرق القاهرة في أحياء مصر الجديدة وجسر السويس وصولا إلى مناطق وسط وغرب القاهرة. وقد قام السيد الرئيس بالاطمئنان من العاملين على سير العمل. طبقا يا فندم لتعليمات سيادتك تم الدراسة والتصديق على إنشاء محور اللواء محمود نصر من تقاطع فندم مع الطريق الدائري الأوسطي حتى الوصول إلى محطة عدلي منصور التبادلية على محور المستشار عدلي منصور. سيادتك فندم أمرت إن احنا نخفف الكثافات على طريق السويس وعلى طريق الإسماعيلية وعلى كل التجمعات السكنية اللي موجودة على طريق السويس. الطريق ده يا فندم بيخدم على كل المناطق اللي هي شرق مصر اللي جايه محافظات شرق مصر او من مناطق الوجه البحري، مستفيد من الدائري الاقليمي او من الدائري الاوسطي للوصول الى بدايه المحور بتاعنا يا فندم من على الدائري الاوسطي الى الوصول الى مناطق مصر الجديده وجسر السويس. المحور ده يا فندم بطول 19 كيلومتر، في جزء غرب الدائري يا فندم ده حوالي 7 كيلومتر وجزء شرق الدائري 12 كيلومتر. لما بيربط فندم معايا هنا على مناطق جوزيف تيتو بيسهل الحركه فندم من مناطق مصر الجديده ومناطق شرق القاهره ومطار القاهره، ولما يربط على عدل منصوره فندم بيسهل الحركه منه، بينقل الحركه منه المروريه، بيربط منه مناطق السلام عين شمس المطريه ومنه فندم الفريق العصار منه لرود الفرج، وبعد كده فندم يوصل لطريق اسكندريه الصحراوي. انا عايز اقول للناس هنا ايه، انا عايز اقول لهم ان ال 19 كيلو دول اللي احنا عملناهم احنا بدراستنا محور الإسماعيلية ومحور السويس لقينا ان احنا ما عندناش محور تبادلي لهم يخفف الحركه اللي عليهم وفي نفس الوقت يخدم على تجمعات الكتير اللي بتتعمل دلوقتي. تمام سيادتك يا فندم. مش كده؟ تمام يا فندم. احنا فتحنا الطريق ده في وسط قاعده المشير حسين طنطا. تمام سيادتك يا فندم. وده امر مهم قوي الناس تعرفه، ان ده ان احنا نغير في شكل القاهره وحركتها القاهره الكبرى عشان نخلي فيه تبادليات، نخلي فيه فرص حركه مختلفه لكل الخيارات. تمام يا فندم. مش كده؟ تمام يا فندم. هو ده اللي احنا عايزين نقوله للناس، وعشان كده طب حجم الاراضي اللي ممكن هنا بعد احنا ما عملنا المحور ده اللي يتم تنميتها، ده يا فندم بيخدم التنميه المستقبليه فعلا. المستقبليه ولو احنا عايزين نعمل دلوقتي تنميه لمنطقه القاهره الكبرى في المنطقة دي هنجد أراضي، وأنا معدي عليها دلوقتي وشفت الحجم الأرضي المتاح قد إيه. فأنا عايز أقوله بالنهاية 19 كيلو لكن هيعملوا نقلة كبيرة جدا جدا في الحركة، لأن أنت جايب كمان مش بس من غرب ولا من شرق المحور، لا أنت جاي النهارده من الشمال للجنوب، جاي من عدلي منصور لغاية السويس، تقدر تناور زي ما أنت عايز في العرضيات اللي موجودة دي، زي محور سعد الشاذلي زي محور الفريق محمد فوزي، بالاضافه بقى انك انت نازل ايه؟ انت بتقول له انا هجيبك من المطريه والمرج وعين شمس ونزلك على الشروق ونزلك على الاوساط. تمام يا فندم. مش كده؟ والاوساط يحركك زي ما انت عايز. تمام يا فندم. المحور كله يا فندم هو بيخدم كل حاجه، مش موضوع طرق فقط يا فندم وتلوث، لا يا فندم الموضوع ده الطرق وشبكه الطرق دي كلها بالكامل بتخدم على التنميه وعلى تنميه مستقبليه، تنميه موجوده دلوقتي، اتفتح يا فندم طرق في اماكن فيها اكتشفنا منها محاجر تعدين واماكن صعبه الوصول وصلنا لها، بدا يبقى فيها ثروات للبلد بتدخلها من خلال شبكه الطرق ده يا فندم، مش مجرد وصول وخلاص. كما أكد السيد الرئيس على أهمية الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة طبقا للمواصفات العالمية، فضلا عن إعداد دراسة للوصول إلى السبل المثلى لاستخدام الأراضي المحيطة بهذه الطرق على نحو أفضل. تم فندم سيادتك فندم جميع المشاريع المكلف بها فندم بنحرص على تنفيذها بأعلى جودة ممكنة وفي أقل وقت يا فندم وبأقل التكاليف، وبناء على فندم في الجوده احنا بنستعين بالمكاتب الاستشاريه لكل مجمعة عين شمس وحلوان والقاهره. سيادتك يا فندم احنا بنراقب على نفسنا سيادتك
ده احنا المجلدات اللي بنراقب بيها على جميع البنود طبقا للمواصفات. تمام فندم، طبقا للمواصفات الوقود المصري. بالنسبه فندم لتقليل التكلفه فندم، احنا هنا بدانا بفكره ان احنا نعيد تدوير استخدام المواد ونعيد استخدامها تاني، سواء كانت في طبقات الاساس او الاساس المساعد. فندم احنا هنا استعنا بسبع وحدات اعاده تدوير مواد، سواء كان تكسير اسفلت او خرسانات، وبنعيد استخدامها تاني كقيمه مضافه للمشروع. لا هي مش قيمه مضافه بس يا رجل، انا عايز اقول لك حاجه. انت النهارده ده تلوث، انا لما اكون النهارده عندي مخلفات اسفلت برميها في الجبل او في اي حته بلوث، طب انا بقى بدل ما ارميها اجيب محطات تدوير تدورها لي استخدمها تاني في الطريق اللي بعمله، يبقى انا لوثت وخفضت من التكلفه 20% منها بالتكلفه فندم. بالظبط يا فندم، مش كده؟ تمام بالظبط، التكلفه فندم والبعد البيئه فندم. طب بص يا رامز، انا وانا معدي كده شفت حجم اراضي فاضت، ادرسوا الموضوع وخلي هندسه يدرسوا تعرضوا عليا، بحيث ان احنا وانتم شغالين كده نكون اتحط التصور. تمام، ان احنا مش عايزين الطريق ده يبقى يعني عايزين نستفيد بالارض. اوامر فندم، اوامر فندم، شاكرين، اوامر فندم.